السلام عليكم. طبعا موضوعنا لهذا اليوم حبيت اشوفكم هذا النوع من انواع اليوغا، يعني هذا نوع يكون كلش مميز. التميز مالته انه يكون من انتشاره اكثر، يعني كثيف الاوراق من اسفل الى اعلى، يكون النمو مالته سريع ويكون نوعا ما اقوى من النوع الثاني. فان شاء الله اليوم راح اشرح لكم شرح مفصل عن هذا النوع من انواع اليوغا. طبعا اكثر هواة الزراعة او اللي يريدون يقتنون نباتات منازلهم، فمن يريد يشتري يوغا يشتري نفس هذا النوع. بس هذا اللي جاء شوفوه امامكم، هذا النوع يكون كلش مرغوب، سوقه قوي والسحب مالته يعني كلش قوي يكون، ورغبيته اقوى من جميع انواع اليوغا لانه شكلها يكون أنيق ومميز. لكن رغم قوة نبات اليوغا، وإحنا شارحين عن نبات اليوغا، أنا منزل 3 حلقات، هواي ناس تعاني أو تواجه مشاكل ويا هذا النبات. لكن رغم هاي المعاناة وهاي، شوف أكو هواي إقبال على هاي النبتة. زين، نعوف هاي النبتة، نجي لهاي النبتة اللي ذكرناها. هاي النبتة كجمالية ما تتقارن صراحة، يجوز هسه يعني بالكاميرا تشوفها محدودة وشوية مكان بيها زرع وكذا، بس ان شاء الله راح ارتبها بسندانة وانزلها فد منشور مميز وشوفوا جماليتها. انا نزلت عنها مقطع كلش قصير، بس ان شاء الله يعني ارتبها هاي وانزلها مقطع منفرد. فهاي النبتة اللي جاي تشوفوها امامكم، طبعا هذا هم يوغا، هذا يكون اقوى من هذا النوع، قوي عن تجربة. يعني انا جربتها، يعني مثلا هسه هذا النوع لازم تتعب وياه، يحتاج لمكان اضاءة ساطعة وكذا ومن هاي الامور اللي احنا ذاكريها. هذا النوع لا، عن تجربة، يعني انا صار لي تقريبا اسبوعين اجرب بي، خليته باكثر من مكان، خليته بمكان اضاءة متوسطة، خليته مكان بيه مبردة، خليته مكان بيه بس مروحة ما بيه اي مبردة، خليته مكان بيه سبلت بدون لا اخلي له لا حص ولا هاي الامور كلها، خليته باكثر من مكان ما شاء الله، يعني ما ضررت عدي ولا ورقة، يعني لا صفرار ولا غيرها من هاي الامور. نبات بقى محافظ على قوته. زين، نجي هسه طريقة العناية. طبعا مثلا من تشتري هاي النبتة تقدر تستخدم لها تربة بتموس، وتقدر تخلط لها بين البتموس والزميج، ماكو كل مشكلة. طبعا هسه هي مظلومة مستوردة يعني من بلد، فالتربة مالتها عبارة عن نكشاش وغيرها من هاي الأمور. زين، فالتربة مثل ما ذكرنا، التسميد يسمى كل شهر مرة بسماد الNPK المتعادل وسماد عنصر الحديد، وكل ما اعطيته تسميد أكثر كل ما راح تحصل على نتائج أكثر من خلال النمو أو من خلال إنتاج الفسائل. وهسه راح أشوفكم منين ينتج فسائل هذا النبات. زين، الإضاءة كل ما اعطيته إضاءة جيدة راح تظل النبتة عندك، الخضار مالتها يكون كلش قوي. طبعا هو يحتمل الإضاءة المتوسطة، يعني متوسطة، بس المنخفضة لا ما يتحملها. زين، السقي خلال الصيف يفضل أنه كل 3 أيام أو 4 أيام، بالشتاء تقدر مثلا كل أسبوع مرة. المكان مثل ما ذكرت لكم، وين ما تخلي هذا النبات راح ينجح عندك، لكن خليها ببالك أنه إحنا الصيف مالتنا حار، فلا تخليهم مكان يعني يكون تعبر درجة الحرارة بي فوق 40. حاول أن تتجنب هاي المكانات حتى تحافظ على النبات، لكن هو النبات قوي. زين، نجي هسه مسألة الإكثار. طبعا الإكثار مالته هذا يتم عن طريق الفسائل، وهسه أشوفكم منين ينتج الفسائل مالته. شوفوا هسه هاي أوراق. طبعا بالمناسبة نسيت أذكر شيء، الورقة مالته تكون شمعية، يعني عكس ذاك، هذا تكون الورقة مالته جافة، هذا لا تكون شمعية. شوفوها
يعني حتى ما يحتاج انه تتعب وتخسر فلوس على مود ملمع وغيره، لا بس تمسحها قطعة كلينس تبدي تلمع عدك. الفسائل منين تطلع؟ شوفوا هسه هاي الأوراق، طلعوا هذه فسيلة، وعلى الفسيلة هاي فسيلة طالعة من نص الورق، يعني انت تخليها بعد تكثر عندك شوية تقدر تفصلها من الأم سكينة صغيرة، وإن شاء الله راح أنزل لكم إياها بحلقة منفردة وتشتلها مباشرة بالتربة بدون أي مصاعب، وتقدر على مدار العام إذا عندك مكان بارد داخل المنزل على مدار العام تكاثرها. كل ما تشوف هاي الفسيلة تفصلها من النبتة الأم وتغرسها بتربة بوحدة. طبعا أنصحكم يعني اللي يريد مثلا عدة ركن بغرفة، أو يريد مثلا عدة مدخل مع الباب ويريد يعبي فد نبات متفرع، فنصح بهذا النبات. هذا النبات قوي، يعني من تستثمر فلوسك به جمالية وقوة ما راح تروح فلوسك على الخالي بلاش، وهو نبات اصلا ما يتعبك يعني بالعناية، وهاي ما يحب كثرة عناية. اللي يسأل عن سعر هاي النبتة، طبعا هسه مثل هاي ارتفاعها 125 سنتيمتر ومتفرعة بهذا الشكل، سعرها يتراوح من 15 الى 20 ألف، يعني حسب البائع اللي يبيع هذا النبات. قبل لا اختم الحلقة، انه اذا شفتوا مثل هذا التيبس بأطراف النبات، طبعا هذا فد أمر طبيعي يصير بجميع أوراق اليوغا، مرات يعني مثلا يصير نقص بالتسميد أو كذا، لكن ما يأثر، يعني هذا فد أمر طبيعي. أكو جماعة مرات يدققون بهاي الأمور، ولا تنسون أنه أكثر أوراق النباتات يعني ما راح تظل مدى الحياة أنه صافية وخضرة، أكيد لازم يصير بها ضرر. فأنت من تشوف مثل هاي الحالة يعني مو شيء فدي خوف، لكن شو وقت تشوف الضرر، مثلا من تشوف لا الورق من المنتصف بدا ينضرب عندك او كذا، فهنا ننتبه من الاصابات الحشريه. وتقدرون ترجعون مشاكل اليوغا، حلقه مشاكل اليوغا، يعني تقريبا نفس المشاكل مال الاصابات الحشريه. اهم شيء تدققون، يعني انت دائما من العناكب الحمراء والسوس، هذا السوس يعني يدمر اليوغا، لكن هاي النوع يكون شوية نوعا ما قليل ينضرب سوس، مو مثل هسه هذا النوع. هذا النوع لا، صار حساس من هاي الحشرة. هذا كل ما يتعلق بهذا الموضوع، نتمنى ان تكون حلقة مفيدة، ونتمنى ان نكون افدناكم. في امان الله.